بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا شباب هنكمل في الحلقة دي السيريز بتاعة الماجنتيك فيلد، وكنا درسنا مع بعض هاو تو جيت ذا ماجنتيك فيلد يوزنج بايو سافار لو أو يوزنج أمبيرز لو. قدرنا نحسب المجال المغناطيسي باستخدام قوانين بايو سافار اللي كان بينفع يحسب الماجنتيك فيلد لأي كيس، أو قانون أمبير أو أمبيرز لو اللي كان محدد بكيس زي يكون فيها هاي سيمتري وكان بينفع للانفاينايت واير او السلك اللانهائي الطول او الانفاينايت سولونويد او الترويد اللي هي الملفات الحلزونيه والحلقيه. النهارده عايزين ندرس مع بعض حاجه اسمها ماجنتيك فلاكس. يعني ايه ماجنتيك فلاكس يا شباب؟ ماجنتيك فلاكس اللي هي عباره عن الفيض المغناطيسي. ولو انت كنت راجعت الحلقات القديمه بتاعتنا كنا سمينا حاجه قبل كده اسمها الالكتريك فلاكس او الفيض الكهربي. هيبقى نفس الكونسيبت بس اختلاف، هنا بنتعامل مع الماجنتيك فيلد او المجال المغناطيسي، وهنا بنتعامل مع الالكتريك فيلد او اللي او الالكتريك فلكس او الفيض اللي الكهربي والمجال الكهربي. توكلنا على الله. لو احنا يا شباب عندنا سيرتن سيرفيس اريا جميله جدا، يبقى احنا بنتكلم ده عباره عن سيرفيس اريا بتاعت واير بقى، بتاعت لوب، بتاعت عروه، بتاعت كويل او بتاعت ملف، المهم سيرفيس اريا. وبنقول ان في المنطقه دي في شويه ماجنتيك فلكس او ماجنتيك فيلد او مجال مغناطيسي خارجين من السيرفيس اريا او بيمروا خلال السيرفيس اريا، ده اسمها ماجنتيك فيلد. فلو احنا عبينا نعرف مع بعض يعني ايه ماجنتيك فلكس او فيض، الاسم واضح من عنوانه قوي، كلمه فيض او فلكس يعني التدفق اللي حصل، الفيض اللي حصل. يبقى توتال لاينز دول قد ايه؟ يعني عايزين توتال نمبر اوف او يعني نمبر، يبقى الكلام ده كله ممكن نقول ان الفلكس اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو نمبر اوف ماجنتيك فيلد لاينز، عدد خطوط المجال المغناطيسي مدهم اللي مشيت خلال الايه؟ خلال الاريا. ماجنتيك فيلد لاينز الاوت وورد اوف ذيس اريا، اوت وورد اوف ذا سيرفيس اريا، عدد خطوط المجال المغناطيسي اللي خارجه من الاريا دي او من السيرفيس اريا الجميله دي كده. تمام، راجع بقى الحلقه بتاعه الفيض الكهربي، ان هو الكلام ده كله اول حاجه هفكرك بيها ان الكلمه اللي هي نمبر بتعني ان الكلام ده كله لازم يكون سكيلر، كميه قياسيه. طيب وماجنتيك فيلد لاينز والاريا، يبقى كان الاكسبريشن هيوصل بمنتهى البساطه، ويا ريت تراجع الحلقه بتاعت الالكتريك فيلد او الالكتريك فلكس او الفيض الكهربي عشان هو هو نفس الاثبات بس هيوصل باكسبريشن مختلف. يبقى الفاي بتاعتك بتاعت الماجنتيزم الفلكس بتاعنا بتاع الماجنتيزم يبقى عباره عن بي الماجنتيك فيلد دوت السيرفيس اريا او الاريا فيكتور بتاعك. وافكرك تاني الاريا فيكتور عمودي او بيربنديكولار اوفر ذا اريا او توورد، ده عباره عن اتجاهه والماجنتيود بتاعه طبعا هي عباره عن قيمه الاريا بتاعتنا بكام. تمام؟ قال لي لا مش تمام. ليه؟ لان البي بتاعتنا او الماجنتيك فيلد بتاعتك ممكن ما تبقاش يونيفورم. يعني ايه؟ يعني ممكن الماجنتيك فيلد هنا يبقى كبير، هنا اقل، هنا ما فيش خالص، هنا داخل، هنا خارج، اند سو اون. يبقى مين قال ان الماجنتيك فيلد ثابت؟ بما انه مش ثابت هنا هو، يبقى الاكسبريشن ده لازم نظبطه عشان ياخد في اعتباره النون يونيفورمتي او عدم التماسك او عدم الانتظام بتاع الماجنتيك فيلد لاينز او عدد خطوط المجال المغناطيسي. يعني سيادتك هتروح قايل لي طيب ما سهل قوي، يبقى كاننا بناخد حته صغيره وبنجمع عليها او بنكامل. يعني الماجنتيك فلكس هيبقى بمنتهى الاريحيه عباره عن بي دوت اريا، ادي الحكايه بتاعتك، ونجمع السيرفيس اريا كلها. يبقى كان الحكايه بتاعتنا ان احنا رقم واحد هنحسب الماجنتيك فيلد لاينز، يبقى اول حاجه تحسب الماجنتيك فيلد لاينز يوزنج امبيرز لو او بايو سافار لو. بعد كده نشوف الدلتا اريا بتاعتنا بكام او بتتحسب ازاي. بعد كده نعمل الدوت برودكت اللي هو البي دوت دي اريا، نعمل لها دوت برودكت، وبعد كده اخر خطوه نجمع الكلام ده كله على الاريا بتاعي. ده كده حساب الماجنتيك فلكس بمنتهى الاريحيه. انا قبل ما ابتدي ناخد في الاكزامبلز بتاعتنا عايز افكرك بحاجه مهمه جدا. افرض عندي كلوز سيرفيس يعني سطح مغلق وعايزين نجنب الماجنتيك فلكس اللي عليه بكام؟
يعني السؤال لو حبينا نترجمه هنقول يعني كأن السؤال بتاعي بقول لك هات لي الفاي بتاعه الماجنتيك فلكس او الفيض المغناطيسي على كلوزد سيرفيس او على سطح مغلق. يعني كأن السؤال بتاعي اهو ادي البي ضد ايه، ده الفلكس الطبيعي بتاعنا او الفيض المغناطيسي لما بنتكلم على كلوزد سيرفيس بنعمل كده. طب ايه القانون بتاعنا؟ افكرك لما كنا بنتكلم على الالكتريك فيلد كنا بنقول اي ضد دي اي اللي هو مجموع او الالكتريك فلكس او الفيض الكهربي على سطح مغلق بتساوي مجموع سيجما كيو انسايد على ابسلون نوت، وكان الكلام ده جميل جدا كنت بتسميه ايه؟ جاوس لو. صح كده؟ قال لي صح كده. طيب السؤال بتاعنا الكلام اللي هنا يطلع بكام؟ شكلك نسيت، افكرك بقى. فاكر يا نجم لما كنا قلنا مع بعض ان الماجنتيك فيلد لاينز ار كلوزد لاينز؟ مش فاكر. طيب نفكر تاني، لما كان عندي نورث وساوث فكان دايما اللاينز بتاعتك تبقى خارجه من النورث، ايوه الله ينور عليك، رايحه لفين؟ رايحه للساوث. ليه؟ لان هي كلوزد لاينز. ليه؟ لان قلنا قبل كده في فيديو معين ان انا ما عنديش سنجل بول، يبقى افكرك تاني ما عنديش اقطاب منفرده. نو سنجل بول، مش هتلاقي قطب شمالي او شمالي او نورث لوحده، فبالتالي الكلام ده كله هيطلع ايه؟ كلوزد لاينز. الماجنتيك فيلد لاينز عباره عن كلوز لاينز او خطوط مغلقه. طب وبعدين؟ قال لي استنى مع بعض، كلوزد لاينز يبقى سيادتك لو هتكامل على كلوزد سيرفيس ايه اللي يحصل؟ قال لي استناني كده مع بعض، ما تيجي نرسم اي كلوزد سيرفيس مع بعض. اهو انا هاخد سيرفيس جنرال بالمنظر ده كده، اكلوزد كده سيرفيس بالمنظر الجميل ده كده. ايه اللي حصل؟ قال لك ده اللاينز اللي دخلت، ايوه خرجت تاني، يبقى التوتال فلكس بتاعي بايه؟ بزيرو. اول لاينز ما تخشش من اساسه، يبقى اللاينز بتاعتك حاجه من الاثنين، يا اما اللاينز بتاعتنا دخلت وخرجت زي ما انت شايف معايا بالمنظر ده كده، ادي اللاينز الثلاثه لاينز دوخ دخلوا وخرجوا، يا اما ما دخلتش من السيرفس. فبالتالي اقدر اقول ان الكلام ده ايكوالز كام؟ ايكوالز زيرو. ما في، لو انا بكامل او بجيب الفلكس على كلوز سيرفس ده التوتال زيرو، عامل زي كده تيوب ميه اللي دخل قد اللي خرج، ما فيش حنفيات ما فيش سورسز، تمام؟ وده بنسميه جاوس لو فور ماجنتيزم. ويبقى متفقين مع بعض ان احنا بنتكلم على ستيدي ستيت، يبقى ده اللي حصل معاك ما دام ما فيش نو سنجل بول لغايه دلوقتي، ربنا ما شفناش في الدنيا حاجه اسمها سنجل بول، فبالتالي البي بتاعتك كلوزد لاينز، فبالتالي اللي دخل قد اللي خرج، فبالتالي لما بنتكلم على كلوز سيرفيس او سطح مغلق يبقى الماجنتيك فلكس بتاعتنا بزيرو. نكتب الروت بتاع الماجنتيزم او بتاع جاوس لو، يبقى قانون جاوس للمغناطيسيه بيقول تجميع البي او الفلكس او الماجنتيك فلكس او الفيض المغناطيسي على كلوز سيرفيس ايكوالز تو اي تو زيرو. يبقى ده جاوس لو فور ماجنتيزم او قانون جاوس للمغناطيسيه. بقى دايما حكايه هي كلوز سيرفيس ولا اوبن سيرفيس، الكلام ده سيادتك لازم تخلي بالك منه. يبقى ده قانون جاوس للمجال المغناطيسي. للمجال المغناطيسي، زي ما انت شايف القانون ده او الرول ده، ده بوستلت يعني مسلمه ملوش اثبات، ده جاي مبني على طول ايه؟ ان البي الحلوه دي عباره عن ايه؟ عباره عن كلوزد لاينز، فما دام كلوزد لاينز ايه الكلام ده اتحقق معانا. فزي ما بنقول مع بعض الكلام ده كله بوستلت او مسلمه عشان البي ده عباره عن كلوزد لاينز وبس، مبني على القصه دي كلها من غير لا اثبات ولا بروف. ناخد بقى كام اكزامبل يا شباب مع بعضينا على مين؟ على الماجنتيك فلكس. ونشوف مع بعض هنبدا ازاي. توكلنا على الله. نبدا اول اكزامبل مع بعض يا شباب، عندنا انفاينايت واير اللي لونه ازرق ماشي فيه كرنت ار. يبقى ده عشان نتكلم مع بعض ده عباره عن ايه؟ سلك لا نهائي الطول او انفاينايت واير، وزي ما انت شايف عباره عن مستقيم، وطبعا بنتكلم مع بعض انفاينايت واير يعني اللينث بتاعه از فيري لارج كومبير تو ذا اذر ايه بارامتر اوف ذا بروبلم، او بالنسبه للاطوال والابعاد اللي موجوده في المساله. عندنا اللوب هنا هون او العروه اللطيفه هنا هون، الارتفاع بتاعها فور اكزامبل عباره عن اتش، ايوه المسافه او العرض بتاعها فور اكزامبل عباره عن ايه،
وتبعد مسافة عن الواير عبارة عن دي. المطلوب عندنا عايزين نجيب الماجنتيك فلكس، المجال او الفيض المغناطيسي ان ذا لوب في العروة اللطيفة دي بكام؟ جميل جدا، السؤال بتاعنا واضح جدا وصريح، عايزين نشتغل مع بعض. يبقى اول حاجة اتفقنا مع بعض نجيب البي. طيب البي اخبارها ايه؟ قال لي البي اللي جاية من انفاينايت واير، افكرك التاني مع بعض، كان بتبقى عبارة عن ميو نوت اي الواير بتاعي على 2 باي ار. 2 باي ار الار دي ايه؟ قال لي الار دي البعد عن النقطة. يا نهار ابيض، طب ما كده في مشكلة. ليه بقى يا راجل؟ طيب قال لي المشكلة بتاعتنا ان الار كل شوية بتتغير، يعني هنا ار غير هنا غير هنا غير هنا. ايوه كده، يبقى لازم ناخد عند جنرال بوينت ونبتدي نشتغل. يعني سيادتك كده كأن جبت لي، ايوه جبت لي الماجنتيك فيلد عند نقطة لطيفة على بعد ار، وجبنا الماجنتيك فيلد بيجاب من العلاقة اللطيفة اللي قدامنا دي، ميو نوت اي على 2 باي ار. طيب الدي اريا نجيبها ازاي؟ الاريا بتاعتي هناخد شريحة، هناخد حتة من اللوب بتاعتنا. طيب على بعد ار، يبقى كأن سيادتك هتاخد ايليمنت صغير، ايوه عنصر صغير من اللوب. بالظبط كده، اشمعنى اخترته كده؟ قال لي عشان كل النقط بتاعت الشريحة او اللاير دي ليها نفس الار، فالبي عندها ثابت. تمام. الدي اريا بتاع دي عبارة عن كام؟ قال لي بسيطة جدا، انا مشيت انا مشيت على الارض دلتاية صغيرة، دلتا ار. تمام جدا، والطول بتاعها مازال عبارة عن اتش، فالدي اريا بتاعتي تبقى عبارة عن كام؟ عن اتش دي ار. تمام. الناس بتوع الماث الافضل مني شويه يقول لك والله ثانيه واحده، ما الايه عباره عن اتش في الارض، طول في عرض، فلما نجيب الدي اريا الاتش ثابته والار هي اللي بتتغير، يبقى دلتا ار. ده الكلام ده، بس انا بحب افهمها فيزيكال مين. جميل. البي اتجاهه فين يا شباب؟ ايوه افتكر معاك، صباعك اليمين، ايدك اليمين مع اتجاه الكرنت، والاربع صوارب بيلفوا بالمنظر ده كده، يعني البي داخله جوه البورد هنا اهو بمنتهى الاريحيه. واتفقنا مع بعض ان الاريا برضه بيربنديكولار على السيرفس، يبقى كاني وانا بشتغل بقى خلاص هتشتغل معانا وهتلعب معانا قوي. يبقى قبل ما افكرك، انا اول حاجه جبت البي، رقم اتنين جبت الاريا، جبت الاتجاهات عشان اعمل الدوت برودكت. يبقى رقم أربعة على طول الفاي بتاعتك الماجنتيك فلكس أو الفيض المغناطيسي هو عبارة عن، أيوة تجميع البي دي إف. طب ما أنت قلت البي بربنديكولار على السيرفس والأريا بربنديكولار على السيرفس، يبقى جميل جدا، يبقى بي دي أريا كوساين زيرو الأنجل الحلوة اللي بينهم. جميل. تعمل إيه؟ والله البي أهي يا راجل يا طيب، والدي أريا هي يا راجل يا طيب، يعني يطلع معانا بمنتهى الاريحيه ميو نوت اي على 2 باي ار ملتبلايد باي اتش ملتبلايد باي دي ار. طيب احنا مش في محاضره ماث، احنا لازم نشتغل هنجمع من فين؟ تاني الحته اللي بتضايقني قوي، عشان اعرف الليمتس بتاعت التجميع بتاعتنا يبقى لازم اشوف انا بعمل انتجريت وذ ريسبكت لايه؟ بجمع بالنسبه لمين؟ قال لي بجمع بالنسبه للار. يبقى احنا عايزين نشوف الار بتاعتنا في الاول بكام؟ والار بتاعتنا في الاخر بكام؟ مش بنجيب اطوال. انا اول اليمنت عندي اهو، اول لير بنتكلم عليها اهي، يبقى الار هنا هو ايكوالز دي. اخر اليمنت اخر شريحه عندنا او اخر لير هنا هو، يبقى الار في الحاله دي الار بتتقاس من البعد عن الواير اكوردنج للايه؟ للرول اللي انت شغال بيه. يبقى الار بتاعتي عباره عن دي بلس ايه. ادي كده الليمتس الحلوين بتوعنا اللي هنشتغل بيه. يبقى من اول ار ايكوال دي لغايه ار ايكوال دي بلس اي. جميل. يبقى انا فعلا ما كتبتش غير سطر صغير، هنروح لعمليه الماث سهله ازاي؟ قال لي بص يا معلم، الميو والاتش والاي والكلام ده كله كونستانت، يبقى الفاي بتاعتي الفاي الماجنتيك او الماجنتيك فلكس او الفيض المغناطيسي، يبقى انتهى الاريحيه ميو نوت اي على 2 باي اتش. كل الكلام ده جميل جدا، وتكامل واحد على الار الحلوه دي، انت عفريت وعارف الكلام ده، بيطلع لن ار، وبتعمل انتجريشن لن ار،
من اول دي لغايه دي بلس اي، يعني يطلع في الاخر ميو نوت اي على 2 باي مضروبه في الاتش. جميل جدا. هتعمل لين الابر سايد او الابر ليميت اللي هي دي بلس اي ماينس لين دي، وجت الحته الحلوه اللي انت بتحبها اللي انت عارف لين الديفرنس هو عباره عن ايه يا شباب؟ قال لي عباره عن المقلوب بتاعهم، يعني ميو نوت اي اوفر 2 باي اتش ملتبلايت الكلام الحلو ده لين دي بلس اي على دي. بس كده؟ ايوه يا معلم بس كده. ادي جبنا الفاي بتاعتنا الفلكس بتاعنا او الفيض المغناطيسي اللي مر خلال اللوب الحلوه الجميله دي بمنتهى البساطه. خلي بالك ان الفلكس ده ممكن ما تبقاش فاهم ايه اهميته، هيبان معانا قوي لما نيجي نمشي في السيريز بتاعت فاراديز، لان الفارادي لو بيقول لك الفلكس ده وبيتغير مع التايم هيطلع لي الكترو موتيف فورس او هيطلع لي بوتنشال ديفرنس. نشوف مع بعض الاكزامبل الجاي يا شباب، توكلنا على الله. طيب يا شباب في الاكزامبل ده كده هيبقى معانا انفاينايت سولونويد او ملف حلزوني فيري لونج او طويل جدا او لا نهائي، ولا نهائي معناه ان اللينس بتاعته ايوه اللينس بتاعه اكبر بكتير قوي من الريديوس او من الكروس سكشن اريا بتاعته. ده انفاينايت لينس. بيقول لك الكرنت اللي بيعدي فيه عباره عن اي، والريديوس بتاعه او الكروس سكشن اريا الريديوس بتاعه عباره عن ار. جميل. المطلوب مننا عايزين نجيب الفاي او الماجنتيك فلكس خلال 1 تيرن. الماجنتيك فلكس ان ايه 1 تيرن او الماجنتيك فلكس بتاعتنا في الكويل ده بكام؟ جميل. اتفقنا مع بعض هنجيب البي والاريا والدايركشن بتاعهم وبعدين نجمع. توكلنا على في حلقه بتتكلم على امبيرز لو كنا خدنا ان ديتيلز الماجنتيك فيلد خلال السولونويد، وكان بيبقى الماجنتيك فيلد الدايركشن بتاعه زي ما انت فاكر او زي ما انت هتراجع اللي الحلقه دي بتاعت امبيرز لو او السولونويد، كان الماجنتيك فيلد اتجاهه بالمنظر ده كده يونيفورم وظريف بالمنظر ده كده. جميل. يبقى اول حاجه كنا بنقول مع بعض ان البي بتاعنا كان بيطلع عباره عن ايكوالز ميو نوت ان سمول اي، ويمكن لما تفتكر ان سمول دي عباره عن نمبر اوف تيرنز عدد عدد اللفات بير يونت لينث، نمبر اوف تيرنز بير يونت لينث اللي هو بمنتهى الاريحيه لو عندك اللينث كله هيبقى الان توتال على التوتال. ادي كده البي. طيب الاريا بتاعتك اخبارها ايه؟ قال لي لو بصينا على الاريا اتفقنا عن بعض الاريا بيربنديكولار على السيرفيس بتاع او السيرفيس، يعني بمعنى اصح لو بنتكلم على 1 تيرن فالاريا او الدي اريا بتاعتك بالمنظر ده كده اتجاهها جميل كده، يبقى ده اسمه دي اريا. ربك كريم وبيكرمنا معاه ان البي والدي اي ان ذا سيم دايركشن، يعني سيادتك لو عايز تجيب الفلكس يبقى بمنتهى الاريحيه هتقول ان ده تجميعه البي ضد دي اريا. طيب الاثنين ان ذا سيم دايركشن يعني بالراحه جدا ما بنحفظش حاجه، بنمشي سيستماتيك على الايه البروسيجر نشتغل فيه دي ايه كوساين الانجل اللي بينهم اللي هي كوساين زيرو اللي هي بواي. جميل. نكمل مع بعض. قال لي كمل معايا ده انت محظوظ ليه؟ لان البي بتاعتك ميو نوت ايوه ان سمول اي ده كلهم كونستنت، ما فيش حاجه فاريبل مع الايه مع الار، يعني الدنيا بتاعتك يونيفورم، يعني بمعنى اصح كل الكلام ده يطلع بره الانتجر، يعني كانك هتقول لي ان الفاي بتاعتنا عباره عن كالتالي ميو نوت ان اي ده البي ويتضرب على طول تجمع تكامل يعني البي ده طلعته بره وبالتكامل الدي اريا يطلع اريا، يعني يطلع في الاخر عباره عن ميو نوت ان اي مضروبه في الكروس سكشنال اريا اللي ستك بتتكلم عليها اللي الريديوس بتاعها عباره عن ار، يبقى باي ار سكوير. بس كده. قال لي بس كده ليه؟ قال لي لان بمنتهى الاريح البي بتاعتنا يونيفورم، فلما البي بتاعتك دي كانت يونيفورم طلعت بره التكامل وخلصت القصه بتاعتنا. افكرك تاني لو انا كنت عايز ماكسمايز الفاي اللعب كله في ايه؟ نزود الكرنت. ده كلام مش بتاع مهندسين خالص. كرنت معناها هنزود الباور او الواير ما يقدرش يستحمل كرنت،
هنزود الار؟ لا ده بيحكمنا بالدايمنشنز بتاعتنا والدنيا اخبارها ايه. هنظبط نمبر اوف ترنز بير يونت لينث. لو انت فاكر البروف بتاع البي كنت عارف ان احنا الكلام ده كله مستنتج ان الايه الترنز ار فيري كلوزد، يعني لازقه في بعضيها. يبقى اللعب دايما عشان نزود قيمه الفلكس يبقى نزود الميو الماتيريال اللي انت سيادتك حاططها جوه هنا اخبارها ايه، الماتيريال اللي هنا اخبارها ايه. عشان كده دايما الناس لما يكون would like to maximize الفاي عشان نزود الفاي الفلكس قوي، دايما بنحط كور حديد او حاجه ليها magnetic properties عاليه عشان تقدر تزود لي الفاي كده. يبقى خلصنا الاكزامبل ده، نشوف اكزامبل تاني يا شباب مع بعض. طيب يا شباب الاكزامبل بتاعنا ده بيقول لي عندي ترويد زي ما انت شايف معانا هنا، عباره عن ترويد اللي انت شايفه بالمنظر ده كده. جميل، بيقول لي ترويد نمبر اوف تيرنز بتاعتك الان، نمبر اوف تيرنز عدد اللفات بتاعتك اللي في الترويد ان هو عباره عن كابيتال ان. الكرنت اللي ماشي في الترويد ده عباره عن اي. جميل، طب الدايمنشن بتاعت ايه؟ قال لي الترويد ده ملفوف حوالين طاره او الملف الحلقي ملفوف حوالين طاره. لو بنتكلم الريديوس الداخلي بتاعها اسمه ايه، وبلاش اسم الار 1 والار 2، والخارجي بتاعنا اسمه بي، والهايت بتاعه عباره عن ايوه عباره عن اتش. المطلوب عننا عايزين حاجه واحده بس، خلال الكروس سكشن اريا بتاعه الملف الحلقي ده يا ريت تقول لي، ايوه يا ريت تقول لي انا وانت مع بعض الفلكس بتاعنا بكام. ادي الحكايه كلها، الفيض المغناطيسي بتاعنا بكام خلال الكروس سكشن اريا بتاعتنا دي. جميل، نبدا الحكايه. الحكايه بتاعتنا واضحه، احنا عايزين نجيب البي وبعدين الاريا وبعدين نعمل دوت برودكت وبعدين نجمع او نتكامل. توكلنا على الله. افكرك البي كان عباره عن، كنا قلنا قبل كده لما كان عندنا ترويد وعملنا كروس سكشن اريا لطيف جدا، وقلنا مع بعض ان الكرنت مثلا داخل وخارج، ايوه افتكر معايا الحلقه دي قلناها مع بعض، وده بالمنظر ده كده الكرنت داخل وخارج حوالين الحلقه، ده كان عملت اتش او مسقط عمودي او توب فيو بالمنظر سيادتك قلته لي كده. قلنا مع بعض ان البي بتاعنا جوه وبره بزيرو، وكنا عايزين نجيب البي في المنطقة اللي في النص، كنا بنقول كالتالي. اول حاجة لو انت حطيت ايدك اليمين، ادي لفة اللفة بتاعت الكرنت اهي ماشية كده، لو حطيت اربع اصابع ايدك اليمين كده هو معانا، يبقى بيطلع ان الماجنتيك فيلد لاينز اخبارها ايه. قال لي هتبقى في الضيق في الثمب، هتبقى في الثمب بتاع مين؟ بتاع الاربع اصابع تاني، اربع اصابع ايدك اليمين اهم، فبالتالي مع اتجاه الكرنت يبقى ايديك او الثمب بتاعك اخباره ايه؟ قال لي في اتجاه ايوه البي، يبقى البي بتاعنا بالمنظر ده كده ماشي كده، وزي ما اتفقنا قبل كده واتفقنا في بدايه الحلقه ان البي هيبقى عباره عن كلوزد لاين. الحلقه دي بالتفصيل في امبيرز وهتعرف تجيبها. وقلنا مع بعض ان البي بيجاب القانون امبيرز لول، افكرك بيه، تجميعة البي دوت دي التقل على الكلوزد باث بتساوي ميو نوت، ايوه في سيجما كارنس الموجودة عبارة عن ايه؟ الباس ده الريديس بتاعه عبارة عن ار، الايه المسار المغلق الريديس بتاعه عبارة عن ار، وطبعا عشان في قدر عالي من السيمتري اللي موجودة البي هتفضل ثابته على طول الباث، فبالتالي قلنا مع بعض ان البي هتطلع بره الانتجريشن، ويبقى بي دي ال اللي هي هتطلع البي في طول الباث اللي هو السيركمفرنس او المحيط اللي هو 2 باي ار، هيبقى عباره عن ميو نوت، وانا ما عنديش لفه، انا عندي ان من الترنز يبقى ان اي. يبقى البي بتاعتنا جوه عباره عن ايه؟ قال لي ميو نوت ان اي اوفر 2 باي ار، ده عباره عن البي اللي جوه الترويد او جوه الطاره اللي ملفوف عليها الحلقه بتاعتنا. يعني انت قصدك ان البي اللي هنا اتجاهها كده؟ قال لي صح، هو اتجاهها الناحيه الثانيه، لو انت حطيت اربع اصابع ايدك اليمين معاه هنا هتلاقي اتجاه البي. يا راجل طيب اتجاه البي بالمنظر ده كده، حلو جدا، ادي اتجاه البي كده تمام. بس المشكله بتاعتنا ان البي فانكشن في الار، يعني البي عماله تتغير، يبقى لازم زي ما عملنا في اول اكزامبل ناخد شريحه رفيعه نجيب عليها البي، يبقى الشريحه بتاعتنا دي هيبقى عمودي عليها او اتجاه الدلتا اي بربنتيكولار على السيرفيس بالمنظر ده كده. طب الشريحه دي على بعد كام؟ قال لي بص هي بين الاي وبين البي، هنسمي البعد بتاعنا ده عباره عن ار، صح كده؟ طب والارتفاع بتاعها ايه؟ قال لي هو ارتفاع الطاره بتاعتي اتش.
يبقى كأن الدلتا اريا الشريحة دي هتبقى عبارة عن اتش، ايوه، والسيكنس بتاعها عبارة عن دلتا ار، لان البعد ار هنزود حتة صغيرة، يبقى الحتة الصغيرة دي دلتا ار. يبقى انا جبت شرق. ليه عملنا المره دي؟ لان الطرود الحقيقه ما كانش حلوه، لوز كده زي الايه، زي السولونويد او الملف الحلزوني اللي كان بيه ثابته. البي زي ما انت شايف لسه قايلينها مع بعض، عباره عن ميو نوت ان اي اوفر 2 باي ار، يعني كل ما نبعد عن السنتر كل ما البي بيقل او بيتغير. فعشان كده اضطريت اجيب دلتا اريا شريحه رفيعه نشتغل عليها وبعدين نشتغل مع بعض. طب الحمد لله زي ما انت شايف معايا both of the B and A هم الاثنين in the same direction، صح كده؟ يبقى الدوت برودكت بتاعتي كوساين زيرو، تمام؟ توكلنا على الله. انزل بقى بالفورمولا بتاعتك ليه؟